فقدن أمهاتهن في أتون الحرب فغدت لهن أمة. المربية عايدة يتحوطن بها ويفضين إليها بتفاصيل حياتهن. أطفال احتوتهم دار الأيتام الأولى في الشمال السوري، دار لا تتبع أحدا، عمادها الأهالي ونزلاؤها صغار حرموا حنان الوالدين باكرا. انه انا اللي خلاني اشتغل هاي الشغله، انه انا ام اللي يعني انه بسبب حنيتي على اطفالي صرت احس بالاطفال اللي يعني فقدوا امهاتهم واللي فقدوا ابهاتهم في هذه الحرب، يعني احس ان احسن اني طالعهم من هاي الحاله. تعرضوا للصدمة ولن يطول بهم الأمر حتى يعتادوا على أن لا أحد بعد الآن يمكنهم مناداته أبي أو أمي. يضاف إلى ذلك وجوب تلقيهم الدراسة اللازمة والسهر على ظروفهم النفسية التي أقلقتها الحرب. إنهم مطمئنون فتمة متطوعون يحرصون على كل ما سبق. دار رعاية الأيتام الأولى التي أقيمت في الشمال السوري تقوم على رعاية أكثر من 100 طفل وطفلة ممن وقعوا ضحية اليتم، إما يتيم الأب أو يتيم الأبوين معا، وتعمل هذه الدار على التخفيف من معاناة هؤلاء الأطفال سواء بالإطعام أو الإكساء أو التعليم والمنامة والرعاية الصحية وغير ذلك. نحن عم نجيبهم لعنا على الدار لهون، عم نتكفل بتعليمهم وبرعايتهم وبتقديم كافة مستلزماتهم. ما في أي دعم عم يتقدم لنا، نحن تطوعي منا لحالنا تطوع إنساني. لما عم نشوف هالأولاد فاقدين أهاليهم وما في من يرعاهم، فنحن يعني وجدنا أنفسنا إنه مجبرين إنه نجيبهم لعنا على هاي الدار أو ننشئ هاي الدار، وحتى لو تطوعنا بدون مقابل بس لازم إنه ما نتركهن بدون تعليم وبدون رعاية. أكثر من 100 طفل يتيم في دار واحدة، وهو العدد المرشح بالازدياد مع كل يوم تزيد فيه حدة المواجهات العسكرية في الشمال السوري. الحرب مستمرة، تقابلها جهود جبارة، همها أن تبقى الدار هذه بمنأى عن الصراع المسلح المحيط بها.